الاستضافة الأولى كانت ثقافية، المرة هذه الاستضافة علمية روبوتية، كان صحة العبارة تكنولوجية. ومعايا زوز طالبات تبارك الله عليهم متميزات ناشطات اللي هما أمامكم على الشاشة، آلاء بيوض عضو لجنة تنظيم مسابقة الروبوتيك، وأيضا عضو نادي السي بي او، هو قدامنا سي بي يو هكا بالانجليزية، سايبر بروسيسنج يونت، باين نطق تاعي بالانجليزية. وايضا معاك طبعا زميلتك في المعهد العالي العالمية والرياضيات بالمنستير سارة الفريقي، مرحبا بكم زوز. سارة انت مكلفة بالاعلام في اللجنة وفي المسابقة، كنت تعرفونا اولا بالنادي صعب، نبدأ بك سارة الاعلام طبعا، بس نميل شويه لزميلتي ما نسالش الاعلام الاعلام، عرفنا بالنادي هلا سي بي يو. عسلامه، صباح الخير الناس الكل، فرحانه ياسر، ميرسي على الاستضافه. هذا واجبنا. نقدم روحي، اسمي ساره الفريقي، نقرا سنه ثانيه الاجازه في تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمعهد العالي الاعلاميه والرياضيات، شيف كوميتي بمنستير، شيف كوميتي ميديا في كلوب سي بي يو. نحكيو على سي بي يو، كما قلت سي بي يو هي الاختصار نتاع سايبر بروسيس يونت. الكلوب نتاعنا تاسس اون 2018، كانوا فما شله نتاع طلاب حبوا مجموعه من الطلاب حبوا يحلوا الكلوب هذايا. نوجه لهم بالخصوص تحيه كبيره كبيره للي فونداتور نتاعنا، كان من الاول يخدم على السايبر سيكيورتي، الامن السيبرني ولا امن المعلومات والتكنولوجيا. بعدين جينيراسيون، هذه جينيراسيون الاولى كهو خرجت من نجحت وخرجت من تخرجت من المعهد، جات جينيراسيون جديده بشويه بشويه قاعدين نعلموا في رواحنا اوتو فورماسيون، تعلمنا وحبينا نعلموا العباد معانا، نخدموا دي بروجي، نخدموا على السيكوريتي على ليبوك، نخدموا على الديفلوبمون اي روبوتيك خصيصا. وصلنا للروبوتيك، هذا اللي حبيت الاء تحكي لي عليه. مسابقه الروبوتيك هذه اللي نظمها النادي، هذه مش اول دوره، هي تحط لنا المسابقه في اطارها، احكي لنا على الدوره الفارطه وعلى المسابقه عموما، وباش نحكيو على السنة تنرجعوا ليك باش نحكيو على نشاطات النادي عموما بخلاف الدوره نتاع فيفري المقبل. تفضل الاء. بيا عسل مساء الناس الكل، مرحبا بكم. بريمو نقدم روحي فيت في، الاء بيوث، نقرا دوزيام اني ليسونس اون جيني لوجيسيال في ليزيم، اي مومبر بيرو في كلوب سي بي يو. ليزيم سايبر بوت هي كومبيتيسيون روبوتيك نظمها كلوب سي بي يو، هي اول كومبيتيسيون زاد تصير في ليزيم، صاروا دوتر ايفينمون مي هذه اول كومبيتيسيون. ليزيم هو كما قلنا المعهد العالي للرياضيات العالميه والرياضيات بالمنستير. عاملين وصارت ليديسيون الاولى منها ايزيم سايبر بوت في 1.0، الحمد لله يا ربي تعدت ناجحه نهار 13 مارس 2022. دونك بناء على النجاح هذاك قررنا ان نعملوا ليديسيون ثانيه من ليفينمون نتاعنا. ايزيم سايبر بوت فيها بلوزيور تشالنج، فما برشا انواع نتاع تحديات. نسمي شويه تحديات. سمي مرحبا، سمي احنا استضفناكم باش تسميو. دونك عندنا اول تشالنج اوتونوم، سي تان روبو اسمه عليه جسمه اوتونوم سون انترفونسيون اومان، يخدم بارتيسيبون يصنع الروبو نتاعو سيلون الكود اللي هو يحطه يخدم به، كابابل يقوم بالتاش. هذا المشارك هكا يلزمه يكون ولا. معناها يعمل رجل آلي يشتغل تلقائيا وذاتيا اوتونوم، معناها من غير تدخل بشري باي نوع من انواع، معناتها مثلا كوموند ولا ريموت كنترول ولا حاجه هكا ولا أي. احنا بالنسبه لنا في التشالنج اوتونوم هو سويفور دو لين، خاطر فما ايفيتور دوبستاكل وسويفور دو لين، تكون ماكات بيضاء يكون عليها ليني نوار، اون فوا تحط الروبو على الماكات يمشي يكمل ليني نوار وحده من غير ما انت تتدخل فيه. هذا بالنسبه للتشالنج الاول. التشالنج الثاني توتيرا، سي ان روبو تيلي غيدي، البارتيسيبون يتحكم وقتها في الروبو نتاعو، سي ان روبو كابابل انه يمشي في ماكيت فيها تو لي ديفيرون تيران، تحط له حجر، تحط له غازون، رمال، فما دي ميسيون زاد لازم يقوم بهم. التشالنج الثالث هو فايتر. امامنا مجموعه من الصور الاء وساره، فما تحدي ثالثة. اي تحدي ثالث هو فايتر، سي تشون كومبيتيسيون معروفه فايتر بالطبيعه معناها في العالم الكل. نقول هكا دو روبو ارمي يتنافسوا في رينج، البارتيسيبون كل بارتيسيبون يتحكم في الروبو نتاعو، وبيان سور لازم يعني يدزوا بعضهم يضربوا بعضهم والبقال الاقوى كما نقولوا. والفايز اي صحيت. واخر تشالنج هو جونيور، كي خاطر كيما خممنا في الكبار خممنا زاده في الصغيرات، لي ليسيان اللي يقراوا في الكوليج اللي يقراوا في المدرسه زاده ينجموا يجيو يشاركوا باللي روبو نتاعهم في تشالنج جونيور. بالنسبه لنا احنا جونيور
روبو نتاعهم تيلي غيدي زاده تشال لي ميسيون ولا تشالنج اللي موجودين في الماكيت زاده حسب العمر نتاعهم حسبهم شنو ينجموا. باش تحط لي بما انك منسقة لجنه الاعلام ساره نتاع المسابقه كيفاش يترشحوا للمسابقه هذه الشباب؟ هل هما من المعهد فقط ولا من منتمين النادي ولا المسابقه هذه مفتوحه للناس الكل؟ كيفاش معناها التحكيم لجنه التحكيم كيفاش تحكم على كل الروبوتات هذوكم؟ مش كون روبوتات معناها جمع روبوت هكا بالانجليزي، وكيفاش تحكم معناها ومش كون متكونه؟ حطنا في الاطار هذا كل نحبوا نعرفوا برشا تفاصيل على هالمسابقه الحلوه نتاعكم. به نبداو بالكيفيه المشاركه. أيوة. فما دي ايتاب اول حاجه هما اللي كي يتشارج اللي يهبطوا ديجا اللي كي يتشارج نتاع كات تشالنج نتاع حكيت عليهم الاء هبطوا كي يتشارج يعني كل الشروط في الفيسبوك وما في لي كونتاكت نتاعنا اما هما اللي باج اوفيسيال في الفيسبوك واللينكدين والانستغرام سي بيو ايزيم والا على السيت ويب نتاعنا سي بيو بوان ايزيم تيري سبيس نلقاوهم على باج ليفينمون ايزيم سايبر بوت في 2.0 سميناها في 2 على خاطرها هي الفيرسيون الثانيه كما قلنا هما اللي كي يتشارج يعني كل الشروط تلقى فيها الماكيت اللي لازم الروبو يتعدى بها التحديات اللي لازم يعملهم النقاط اللي باش يربحهم من كل ايميسيون يعملها لي ديمونسيون تاع الروبو كل شيء بالتدقيق على كل تشالنج. نعم. هذه لافيش نتاعنا لافيش المعلقه تاع الدوره الثانيه ب 2.0 هكا نجم نقولوا اي بي اي بعد الكي تشارج سا ديبون الكي تشارج واللي غاجل اللي حطيناهم البارتيسيبون باش يصنع ويخدم الروبو نتاعو سا ديبون اللي غاجل بعدين ان شاء الله غدوه يهبط غدوه هاي جيتكم في الوقت معناها يهبط الفورمولير نتاع الانسكريبسيون كل ايكيب هما دي زيكيب يشاركوا كل ايكيب تعمل البيمون نتاعها وان شاء الله نهار ليفينمون يجيو يشاركوا معنا اللي هو نذكروا بالتاريخ 12 فيفري المقبل والفضاء اللي باش يحتضن المسابقه هو المعهد نتاعنا كما قلنا الكومبيتيسيون اوفير للناس الكل مفتوحه للناس الكل سواء للي بارتيسيبون من اي بلاصه ينجموا يجيو كما قلنا صغار والا كبار حتى كان ما عندكش روبو ولا ما عندكش فكره على الدومين تنجم تجي كفيزيتور اي كزاير وكمتفرج وكأكيد انه شكون معناتها فما برشا تعرف هذه تصاور هذه من الدوره الفارته اي على ذكر الدوره الفارته بشكون استعنتوا في التحكيم وفي منح النقاط وفي هذا الكل معناها جبتوا اساتذه ولا منكم فيكم ولا مهندسين ولا وشنية كانت الجوائز معناها باش نعطيو فكره اكثر هو امامنا معناها ايضا بعض الصور تفضل الي بالنسبه للي بري هما فلوس يعني اي باهي مبالغ ماليه احنا عملنا المثال عملنا حتى لتروازيام بلاس اي ممكن نعملوا برومي ولا دوزيام يعني سولون احنا وشنو نلقاو لي بارتيسيبون هذا بالنسبه للي بري بالنسبه للجوري نكونوا ديجا منا فينا خاطر احنا ديجا نحطوا لي ريغل دو جو يكونوا موجودين في الكاي تشارج دونك حتى لي كاركتيرستيك نتاع الروبو لازم احنا نتفقدوهم اكيد الروبو اللي ما يحترمش القواعد سو غادي سكاليفيي طبعا هذا بالنسبه للجوري زاد نستعانوا باساتذه نجم نلقاو اساتذه من المعهد ولا من المعهد الكل؟ لا من المعهد بالذات نعم من اللي يزيد مي اغلب الجوري يكونوا احنا الحقيقه اي الانتظارات انه الاكيد السنه باش تكون اكثر من عامنا ولا يعني عدد المشاركات وغيره معناتها ابتداء من غدوه قلت لي التسجيل اي ابتداء من غدوه التسجيل ما عرفش اذا كان كلمه الختام كل واحده منكم توجهها في شكل رساله او دعوه او ما نعرفش حتى كان فما لوم ولا عتاب في علاقه بالدعم في المجال مفتوح لكم تفضل ساره. باهي اهم حاجه نحب نقدم تحيه للمعهد نتاعنا والاداره كما قالت الي الجوري نتاعنا فيهم الاساتذه وفيهم حتى السيد المدير قدم لهم تحيه ياسر على دعمهم كيفاش عطاو ثقتهم فينا وامنوا بحلمتنا. الحمد لله ليفينمون نتاع مناول كان باغمي لي ميور الحمد لله كان ناجح السنين ان شاء الله فما دعم اكثر تحيه كبيره للي فونداتور تحيه كبيره للفامي سي بي يو ايزيم على المجهودات الكبيره اللي تعمل فيها.
وانت يا الاء ما نزيدش باش الحقيقه على الكلام ساره، جوست اكيد لازم نوجهوا تحيه لصاحب فكره ايزيم سايبر بوت، خاطر هو حاتم العدواني باغمي لي فونداتور تاع الكلوب، هو اللي جاب لنا يعني فكره حاتم هذايا طالب ولا استاذ ولا شنو هو؟ طالب توا يقرا مخرج من ايزيم يعني كمل فيسيك الاخر هو يعني باغمي لي فونداتور تاع الكلوب، دونك هو جاي بروبوز علينا فكره ايزيم سايبر بوت، لقانا امنا الناس الكل بالفكره هذيك عم ناول دونك خدمناها. وميرسي بوكو زاد الفامي سي بيو على ليزيفور اللي قدموهم الكل، وان شاء الله نلقاكم موجودين بحذانا دون نوتخ جورني بورت اوفيرت 12 فيفري 2023 اليوم مفتوح لمسابقه الروبوتيك بمقر المعهد العالي للرياضيات والاعلام العالميه والرياضيات العالميه قبل الرياضيات بالمونستير، ولانه الرياضيات هي الباز هكا ولا زوز كيف كيف مقر المعهد العالي للاعلاميه والرياضيات ليزيم بالمنستير نادي السي بي يو سايبر بروسيسنج يونت، هو النادي المنظم لهذه المسابقه، كل الدعم والتشجيع ويعطيكم الصحه شباب نفس الحقيقه متميز ومتالق. كنت معنا ساره الفريقي اللي هي المكلفه بالاعلام وايضا عضو لجنه التنظيم الاء بيض، تحياتنا لكم وللطلبه نتاع المعهد ولل